سيدي، أنا جاي لعندكم كرمال تحموني من أسفل اثنين شفتهم بحياتي، جوزي وابن عمو حده. أحميكي من جوزك؟ لك لك يا حرمة، اختشي من الله، اختشي من الله، ما بيجوز تحكي على جوزك. بعدين شو خص ابن عمو بالسالفة؟ يا سيدي كرمال الله تفهمني، جوزي تجوزني بعد ما مات جوزي الأولاني وخلاني اكتب له المحل باسمه، بس بشكر الله وبحمده اني ما كتبت له البيت باسمه. ايه، ومن بعدها صار يتحكم فيني وصار يجيب ابن عمه على البيت و ايه كملي لشوف كملي. وعلى هالحالة يسهر ويشرب ويقتلوا بعض. تخيل يا سيدي يقتلوا بعض، يعني بتصير انت هيك ما بتعرف شرقهم من غربهم، شنو هن لما بيسكروا يا سيدي ما بعرف شو بصير لهم. لا يقول لك فكري، هلا لحشيبهم وكتبهم تعهد انه ما يسكروا بالبيت، منيح هيك؟ منيح سيدي، بس دخيلك تساعدني يا سيدي، انا بدي اتطلق، بدي اتطلق يا سيدي، لانه اذا ما اتطلقت اقسم بالله العلي العظيم اني لقتلك ياهم اثنيناتهم. ها لك شو الكلام اللي عم تحكيه بالكلكون؟ كمان عم تهددي جوزك بالكلكون بالقتل؟ يخرب بيتك بنادك، ما بتستحي على حالك، والله لو ما كنت حرمه لا ارفعك فلقه، خلي رجليك يفقفلوا فقفله. يا عسكري جيبوا رشحتهم. وقلتك بيطلع شي من هالشكوى يا عمو؟ يعني حسيتي اليوز باشي يعني هيك حس فينا حدنا علينا؟ لك شلون ما بده يطلع شي؟ اذا ما طلع شي بدي اخذ حقي بايدي. بعدين يعني اكيد بيكون بعت عليهم كتبهم على تعهد. يا عمو الله يوفقك، الله يوفقك. انا حاسس ثورته، يعني انا ما فيني بلاكي. ولك اخ اخ، ولك انا شو كان بدي بهالجوازه بعد موتة ابوكي؟ ليش انضربت على قامتي وتجوزت؟ ولك حدا بيجيب له وحوش لكرمه؟ حدا بيجيب له وحوش لبيته؟ هاي والله معك حق يا عمو، بس يبلشوا يسكروا بيصيروا بكسروا بهالبيت مثل الوحوش. يا عمو انا ما عم نام من الخوف، ما عم نام. ولك لكن انا ليش بقول لك لازم نقفل باب اوضتنا كل يوم علينا؟ لانه هدول بس يسكروا ما بتعرفي شو بيطلع معهم. بكل الاحوال لنشوف هذا اليوزباشي شو بده يطلع معه. نشوف. يا رب يا رب يكفينا شرهم. ورحمة امي ما في بهذا الحكي. سيدي نحن صحيح عم نسهر، بس بنكون يا عم نشرب شاي يا عم نشرب قهوة، احيانا نتعشى. الله وكيلك. تشربوا الشاي، عم تشربوا قهوة، وانت كمان بعياطك بدك تاخذني بالاوبرا، انتوا اثنين كذابين ولا؟ يا سيدي انا المشروب ما بحطه بتمي، وحياة راسك. احلف شي انت منكم. لا يا سيدنا، يعني معقولة شابين هيك صغار بالاكابر يشربوا؟ بس قسما بالله لا امسح فيا انا رغضي. خلاص ولا؟ خلاص؟ مش انت عندي عم تبكي وتتبكبك وحلفت يمين وحلفت وتعرفت كمان، مو بس يمين، وقالت انه انتم كنتوا عم تسكروا انتوا اثنين وهي خايفه على حالها وعلى بنتها منكم. ها اسمع لها الحكي. سيدي الله وكيلك مرته كذابه كذابه. بنتي استخرت لي حشك كلبك. اخرات ولا؟ اقسم بالله اذا بتمد ايدك عليها لا خليك تاكل فلقه بعمرك ما تقدر، وتقول اخ ما دفعت في نفسي. خلاص خلاص سيدي، خلاص خلاص، كرمالك ما راح اهرب عليها ولا راح اضربها. خلاص هلعني. يلا حملوا طرف ايديكم وامشوا. يلا يلا. قال بده يضربها. بده يضربها وانا موشوم. العمى بقلبها، العمى بقلبها. لك معقول تساويها هي بتروح تشتكي علينا؟ خلص لا تحملها. لك قسما بالله لا احرق قلبها. هي مفكره انه راح انسى اللي عملته، بس فشلت فشلت. لك بري عليك، لا تربي وطي لحدا. ناكتي قسما بالله لندمها على اللحظة اللي راحت فيها على الكركون واشتكت علينا. شو بدك تعمل؟ شو بدي اعمل؟ والله لساوي اللي ما نعمل. امشي لا امشي. هيك هيك لك هلا تروحي على الكركون تشتكي علي؟ والله انت اللي ما خليت مجال للصلح بيني وبينك. كم مره حكيتك يا عبده وما رديت علي؟ خلاص خلاص، يعني بوعدك رح نسهر اليوم ومن دون شرب. خلاص ما عاد اشرب. عن حق عم تحكي؟ ايه عن حق عن حق. خلاص يعني حتى اصوات ما رح نطالع، ولا اقول لك ما عاد نسهر هون بالبيت، رح اروح على بيت ابن عمي. ايوه والله لو حاكي هيك من زمان ما كنت رحت على الكركون.
بتعرفي شو انا وعدته لليوز باشي؟ قلت له ما عاد سوي مشاكل وما عاد يعني طالع اصوات وما عاد نشرب وكذا، رح صير واحد تاني هيك قلت له انا. بس انا والله متعود انه اسهر مع ابن عمي كل يوم. ولك سهار مين ماسكك؟ بس بلاها الشرب والخناق كل الليل. خلص انت ارتاحي اليوم، انت وبنتك ناوي هيك مرتاحه انت وياها، وانا رايح عند ابن عمي اسهر عنده، شو رايك؟ خير ان شاء الله، خليني نام بقى لانه تعبت اعصابي كل يوم. خلصنا من هالكابوس. ايه قال بدهم يسهروا بس بلا مشروب. يعني بطلتي تطلقي يا مو؟ خلاص شلتي الفكره من بالك؟ شوفي حاليا لا، ويا ويل ويلو اذا بيعمل شغله هيك ولا هيك. شفتي يا مو؟ شفتي العين الحمراء شلون ربته لهالنمس؟ انتبهي يا مو انتبهي، يعني اوعى تغفلي عن الاوراق او تسجلي البيت باسمها. لكن مو ليكون وراء البيت، بالبيت اصلا. وينهم لك؟ لك شو بدك انت؟ ولا اقول لك؟ رح اقول لك. حاططهم امانه عند خالتك نجات. زينة العقل يا مو، ما بينخاف عليكي. انا امك. يا ابن الحرام! بعيد عني بعيد! كان في اثنين شهود من الشباب رفقاتنا. اكيد؟ ايه طيب رح نلحق الكساب لورا الباب، حمل طلبة ياكل وجيب لي شهود. امرك امرك سيدنا امرك امرك يلا امرك. يخرب بيته العمى بقلبه، رح يفعل له عرق قدامي.
ولا حدا عرف باللي عملتي ياما؟ ليش شو بدهم يعملوا لي؟ ما انا انتقمت لشرف بنتي، مين بيسترجي يقرب علي؟ شبهك يلي بيمسك بيمسني. ليش ضل شرف ياما؟ ضل شرف. اسمعي فدوى، اوعك اوعك هذا الحكي اللي فيه يأس اسمعه. بيتنا صار بيت منحوس، لازم ننتقل على غير إلنا، ومنقول للعالم انك تجوزتي وجوزك مات بالاخذ عسكر، فهمتي شو عم اقول؟ لك الله لا يرحمه، لا يرحمون لك، الله لا يرحمون، يحرقهم بنار جهنم. وبوعدك بوعدك طول ما انا عايشه تحرم علي الرجال.